اهلا بكم مره اخرى مع برنامجكم جراءه، واحنا هنبتدي دلوقتي مع ضيوفنا الثلاثه. والحقيقه هم ثلاث فرسان، ثلاث مكافحين، ثلاث مناضلين من محافظات مختلفه، يمكن علشان خاطر الحاجه اللي بيحبوها ضحوا بحاجات كتير. ودايما احنا بنقول ان المضروب بالعمل العام ده غلبان، وفي الوقت اللي احنا فيه ده بالذات غلبان قوي، وياريت يتعالج. لكن حبك لخدمة الناس وحبك للرياضة او حبك للشغل الاجتماعي او الثقافي بيخليك تدي وتدي بلا حساب. فالناس دي الثلاثة فعلا عطوا وما زالوا يعطوا من اجل حاجة بيحبوها، وكل واحد من اجل المنطقة بتاعته او من اجل المدينة بتاعته. هنبتدي بالكابتن سمير موسى رئيس نادي الزرقاء. اهلا بك كابتن سمير. يا دكتور. نادي الزرقاء هي يعني مش هنقول قديمه قوي، هي تاسس نادي الزرقاء عام 1967. اول رئيس للنادي كان المرحوم يوسف السيد رخا، كان عضو مجلس امه، ويمكن من اشهر برضو الرؤساء اللي كانوا موجودين الحاج احمد ناصف. نادي الزرقاء في العاب كتيره، في كره قدم، في كره طايره، تنس طاوله، العاب قوه، كاراتيه، سباحه. نادي الزرقاء بيلعب في القسم ممتاز به، وساعات بينزل او نزل مره او اتنين وبيطلع. لكن هنسال برضو كابتن سمير، يا ترى امتى هنشوف نادي الزرقاء في الدوري الممتاز؟ الكابتن سمير موسى حاصل على بكالوريوس في التربيه الرياضيه، يعني راجل رياضي سواء في حبه للرياضه او في دراسته. كان لاعب في نادي الزرقاء مهاجم، مع ان انا اول ما شفته كان سنه 2002 وانا اعتقدت ان هو كان بطل مصارعه ولا حاجه، خفت منه وميها، وكان ايه يعني وحش، وهو ما زال وحش. كابتن سمير اصبح رئيسا للنادي سنه 1985 ونمسك الخشب حتى الان. يعني كابتن سمير بقاله 30 سنه خدم النادي، خدم مدينه الزرقاء كلها. كابتن سمير عمل ملعب قانوني نجيل هايل، مدرجات تسع 5000 متفرج، عمل فندق يسع 200 فرد، نادي اجتماعي، حديقه اطفال، حمام سباحه. يعني اصبح نادي الزرقاء هو المتنفس الرئيسي لاهالي الزرقاء. ويمكن نادي الاجتماعي ده انا ليا قصه طريفه. انا اول ما كنت رئيس نادي الأم في 2002 كان عندنا ماتش مع الزرقاء وكان في رمضان، فقلت اروح مع اللعيبه. رحنا مع اللعيبه والماتش خلص قبل المدفع بنص ساعه. انا اعرف طبعا، او حضرتكم كلكم عارفين ان الضمايطه بخله، او يعني ده ما يشاع عنهم، لكن الحقيقه انا شفت غير كده. كان معايا يوميها اتوبيسين فيهم جمهور. الكابتن سمير صمم ان احنا نقعد ونفطر، قلت له طب عامل حسابك؟ قال لي مالكش دعوه، كل حاجه هتتعمل. وقعدنا وفطرنا، ويعني كان يوم جميل، واتغلبنا يوميها مش كده؟ ايوه واتغلبنا يوميها، رغم ان احنا كان معانا احمد الكاس. فدي كانت بدايه علاقتي بالكابتن سمير، وكان يوم جميل فعلا. حب الناس هناك في الزرقاء يمكن دفع الكابتن سمير ان هو بالاضافه لان هو رئيس نادي ان هو رشح نفسه في انتخابات مجلس الشعب الحاليه، ونتمنى له التوفيق. كابتن سمير، هل يعني في دوافع اخرى اللي خلتك ان انت ترشح نفسك لمجلس الشعب في الدوره الحاليه؟ اولا بشكرك على المقدمه الكبيره دي، ومانيش عارف هي عشان الفطار ولا هي مقدمه. الفطار ده كان من 13 سنه، يعني لو حتى مش قطط هننسى. لا والله ده انا يعني سعيد انك فاكر، يعني دي لا تخلي طبعا دي انا عمري ما انساها بجد يعني. بس انت نسيت حاجه، كان معاك في الشنطه كحك وبسكوت وطلعته لنا، فاكر؟ عشان احنا بتوع حلويات. ايوه. ببارك لصديقي وحبيبي استاذ عاصم، ويعني دي بشرة خير يا رب على اللي بسمعه دلوقتي. صراحة يعني أنا سامع على فضيحة السنغال والمشكلة دي،
لكن انا بدات احسب حاجات في دماغي بعد اللي سمعته، وهي لها حسابات ثانيه. لكن بقول للجمعيه العموميه بقى فوقهم، وكفايه بقى ما عدناش نحضر، وتعالوا نشوفوا بقى. وزي ما قلت لحضرتك في الاول، لازم يبقى في ثوره زي ما بقى ثوره في مصر، لازم يبقى في ثوره داخل اتحاد الكوره، ويعني اظن في ثوره في الاتحاد الدولي. يبقى ما يبقاش ثوره هنا ليه؟ ان شاء الله انا متفائل بيها زي ما كلمت حضرتك، لان بقينا نعاني من فضايح كتيره جوه، يعاني من تزوير ويتم التسطر عليه، ومعايا ورق ومسنداته وحاجات كتير. لكن موضوع السنغال تزوير في حاجات تانية كمان عندي انا بقى، ومعايا مستندات وحاجات كتير، وللاسف في لجنه التظلمات حاجات وبقالها سنه. لكن زي ما انت كده ما بتونش ومصمم، لا لا مش هبقى. احنا كده ان شاء الله، وانت عارف ان احنا لجنه التظلمات فاكر كويس قوي موضوع استاذ عاصم. ما هو كان بقى انا وراه، بس استاذ عاصم لما بقى ليه ظهر حكموا له. ايوه مع ان يعني انا كمان معلش يعني ليك ظهر برضه، كنت اقوى من استاذ عاصم في طلبي. لا انت ظهرك خلاص بقى، لا ظهري خلاص، ما انا عارف في اتحاد الكوره اعمل ايه بقى خلاص. لكن كان طلبي اقوى من طلبه جوه لجنه التظلمات، لكن الحمد لله ان ربنا وفقه ووفانا، وان شاء الله هو هيبقى بدايه خير، وارجع تاني لمجلس الشعب يا ريس. يعني انت ناوي تخش الشباب والرياضه باذن الله، لجنه الشباب ان شاء الله؟ مش هنوين باذن الله يا دكتور، مش هنوين للمصلحه. وانا افتكر سنه 85 لما دخلت النادي كنت 32 سنه، وكان ايامها 32 سنه يعني اوعى تقرب للاماكن دي، وصممت والحمد لله. انت سعادتك قلت ايه اللي اتعمل، نفس القصه النهارده مجلس الشعب، نفس القصه النهارده مجلس الشعب. لان نزلت كام بلد كده عندنا في الدايره، فوجئت بحاجات خطيره. يعني كنت من يومين في مركز شباب اسمه كفر تقي. اسمه كفر تقى. كفر تقى بلد فيها 5000 فرد. للاسف مركز شباب مبنى بسيط، ولا في ملعب ولا في نجيل ولا في اي حاجه، مع الحاجات اللي بسمعها في مصر اللي المفروض ما يبقاش فيها اعضاء مجلس الشعب، لانها تقول لي جاي عشان التشريع وعشان لا، عضو مجلس الشعب اذا ما خدمش الناس الميته دي يبقى ملوش لازمه. اما اشوف قريه زي دي شباب ايه، شبه بتاع عادل امام التجربه الدنماركيه كده، والله قريب لكده. الشباب قاعد يبكي عايز ملعب. طب انا شايف هنا حاجات في مصر، بس بلا شك ان وزير الشباب والرياضه الحق يعني 10 على 10 عمل انشاءات كتير يعني. ما هو ده بقى ما اللي جاي لك فيه يا ريس. ما هو اتعمل في اماكن كتير، لكن احنا مطحونين. ما مش هيقدر يعمل في كل مكان. انا مش بهاجم. لا لا لا، ولو انا شايف غلط ههاجم. واحنا ما بنهاجمش. انا لو شايف غلط ههاجم، مش هسكت. لا انت هتقول لي، لكن ازاي بلد بقول لحضرتك فيها 5000 فرد ومفيش شباب بيبكي بيلموا فلوس عشان يسافروا بلد جنبهم عشان يلعب عشان يمارس، لا اما هيقعد في القهوه. طبعا غير ده فوجئت ببلد ثانيه اسمها شايف الدين، صرف صحي. ايه دايره كبيره بقى هناك ولا؟ دايره كبيره 45 بلد. أنا 45 عارف بلد. كان عندك جوله واحنا خدناك منها. وانا كنت رايح النهارده تاني شايف الدين للناس يعني. الله يكرمك. انا بعتذر، انا الاخر اليوم، لكن انا بعتبر الحلقه دي يعني مكمله لحاجات كتير ان شاء الله. احنا زي بعض ان احنا خرجنا عن الاصل الرياضه. لكن شفت سيف الدين وكان فيها عضو مجلس الشعب وشورى وعملوا واجبهم، لكن فوجئت ان فيه صرف صحي بقاله النهارده اكتر من 10 15 سنه مدفوع فيه ملايين، لكن واقف ما اشتغلش. واقف ليه؟ واقف على حاجات بسيطه، ما فيش حد يروح يدافع، ما فيش حد يوصل للوزاره، حدش يقابل رئيس الوزراء عشان حاجات بسيطه، وبالتالي عدم استكمال الصرف ده الارض مش مرصوفه، لان ما يقدرش. احنا رئيس الوزراء كان عندنا في اسكندريه في الغرقه اللي فاتت دي،
وغرقنا تاني النهارده. انا اولادي كلموني قالوا لي ما تجيش. يعني فعلا الموضوع محتاج متابعه ومحتاج ثوره ومحتاج ذمه. الناس يبقى عندها ذمه عشان تشتغل يا كابتن سمير. احنا عايزين انت داخل في اصعب مجلس شعب احنا شفناه وانا هسيبها عمرنا. والله زي ما اقول لحضرتك بالظبط سنه 85 وداخل النادي يقول هتعمل ايه؟ ده مفيش ارض. ده ما قلت لهم ربنا يا عيني ودخلت جت الارض وجيت تلات فدادين واتعمل فندق واتعمل ملعب واتعمل حمام سباحه والحمد لله لسه الشغل ماشي. يعني انت بتصرف ذاتي على النادي يا كابتن سمير دلوقتي؟ الحمد لله وصلت النهارده. انا فاكر انت معايا في اجتماع في يوم وبتقول لي رضاك ايه؟ فانا قلت لك المبلغ. انت كنت هتقع من على الكرسي. كنا السنه اللي كنا فيها انا بقول لك المبلغ اللي انا بصرفه انت كنت هتقع من على الكرسي. طبعا. انت بتعمل ايه؟ المهم ارجع تاني هي نفس خوض حاجه اللي كانت سنه 85 النادي ومفيش والحمد لله رب عني. انا النهارده بقى عندي يعني طاقه كبيره طالعه على اساس ابدا اتحرك في بلدي لدرجه ان انا فكرت اسيب النادي لان النادي كان بياخد وقت كتير لكن ما عادش هقدر اديله الوقت لان انا شايف في المنطقه يا دكتور مشاكل كبيره كبيره. بس النادي هيبقى مركز يا كابتن سمير. يعني هو النادي ما اخبيش عليك انا رئيس نادي احسن من عضو مجلس الشعب ومكانتي احسن من عضو مجلس الشعب وانت تعرف كده كويس. وخصوصا انك بتاخد 20,000 جنيه من الاتحاد كل سنه. الحمد لله ربنا فككها الحمد لله. وثلاث فانيلات وثلاث شرطات وكده. لا شرطين بس يا ريس. ما خدتش الا شرطتين؟ شرطين هم جول يعني. فجيت فانا عامل معرض بيهم هناك في النادي. بيعهم في مزاد يا كابتن سمير. فانا بقول لحضرتك ان شاء الله النيه خير للمنطقه اللي انا فيها ان احنا نعمل فيها اي حاجه زي ما ربنا عنا واشتغلنا في النادي وفي مشاكل كتير بدانا نعيشها مع الناس وان شاء الله يوم متفائلين خير ان شاء الله باذن الله. طب معلش انا عايز اسالك سؤال. اتفضل. هافف عليا. اتفضل. في انتخابات السنه الجايه ماشي؟ طبعا بلا شك ان كل الناس عارفه ان الكابتن سمير زاهر ده دمياطي طبعا وكان عضو مجلس الشعب وعضو مجلس الشورى لاكثر من دوره وعمل كتير لدمياط. لكن بات من الواضح حاليا ان هناك فريقين. كابتن سمير زاهر ناوي ينزل بقايمه والمهندس هاني ابو ريده ناوي ينزل بقايمه. سيف زاهر ابن اخو الكابتن سمير زاهر في قايمه المهندس هاني ابو ريده وهو اعلن الكلام ده وقاله صراحه وانا بقدر شجاعته يعني ان هو شايف ان ده مرحله المهندس هاني. رغم ان انا حضرت ان لولا سمير زاهر ما كان سيف زاهر في اتحاد الكوره. وجه الكابتن سمير وقال انا حقي عليكم انكم لازم تاخدوا معاكم سيف. والمهندس هاني استجاب لطلب الكابتن سمير وكان ايامها اللائحه بتقول 8 اعضاء زائد رئيس تم تغييرها الى 10 اعضاء زائد رئيس علشان ارضاء للكابتن سمير. يا ترى دمياط هتبقى مع مين؟ مع سيف وقائمته مهندس هاني ولا مع الكابتن سمير بصفتك يعني شيخ رؤساء الانديه في دمياط؟ سؤال صعب بلاش تجاوب. لا جدا. هو طبعا كابتن سمير زاهر هو الاصل بالنسبه لعلاقتنا به واحنا عرفنا الكابتن سيف زاهر عن طريق الكابتن سمير زي ما حضرتك بتقول الكلام مظبوط دلوقتي. لكن انا متفاجئ بالكلام اللي حضرتك بتقوله ان لا ده معلم في كل حته. والله انا متفاجئ به. لا ده معلم. يعني انا متفاجئ به ويعني صعب ان هو يقول كلام زي ده يعني حتى ممكن يحتفظ بالكلام ده في نفسه لكن هي دي مش جرأة للدرجه دي. اما عمي يجيب هو في موقف لا يحسد عليه يعني هو في موقف لا يحسد عليه دي حاجه. هو خلي بالك هو نزول الكابتن سمير والكابتن هاني لناس كتير قوي هيبقى هيعمل احراج. وانا ما اظنش هيوصلوا كده يا دكتور. انا اتمنى ذلك. ما اظنش يعني انا التاريخ اتمنى ذلك التاريخ الا اذا بقى ضاعت القيم والمبادئ والاصول وحاجات كتير راح. لكن ما اظنش. ممكن يطلع حد تاني يا دكتور. ممكن انتوا بتبعدوا ليه؟ لا ما حد ممكن لسه يطلع 8 شهور. وممكن الثوره اللي انا طالبها دي ثوره جمعيه عموميه ممكن يبقى لها مفهوم تاني وتغير. الجمعيه العموميه مش هتعمل حاجه وانا بقول لك اهو. وكان مكان حضرتك هنا من 3 4 اسابيع الحاج ابراهيم مجاهد
وقال لي انا هجمع انديه القسم الثاني ممتاز به وهنعمل ولازم نحط لائحه ولازم نشوف البث ولازم ولازم ولازم، ما سمعناش حاجه ما سمعناش حاجه. يعني انت معذور دلوقتي قدامك 20 يوم وبعدين نبتدي نتكلم معاك، ربنا يوفقك باذن الله في الانتخابات وباذن الله تكسب باذن الله تكون موجود في البرلمان القادم ونتكلم معاك، وخصوصا انه دلوقتي عندك ايه لا حتى هذه اللحظه في الاستاذ احمد حلمي الشريف رئيس نادي اخميم بقى عضو مجلس الشعب، تمام، الاستاذ عاصم عضو مجلس الشعب، مهندس طارق السيد عضو مجلس الشعب، احمد مرتضى منصور عضو مجلس الشعب، والمرحله اللي جايه فيها حضرتك وفي اخرين ان شاء الله، في كابتن طارق ابو زيد، في كابتن زكريا ناصف، في كابتن سمير زاهر في القايمه، يعني واعتقد في ناس تانيين يمكن انا ما اعرفهمش. استاذ عاصم الف مبروك، ويعني احنا نتمنى ليك يعني نجاح في مهمتك الجديده، وهي مهمه صعبه خصوصا ان يعني القمح وما حولها منطقه كبيره جدا ومشاكلها كتير، وانت يعني بحقيقه انك تاخد القرار انك تنزل في المنطقه دي قرار شجاع، لان كان دايما فيها فطاحل. الاول ندي الناس فكره على نادي قمح حماده. نادي قمح حماده تأسس عام 1944، يعني من حوالي 71 سنة من الأندية القديمة، مر بعدة رؤساء كان يمكن أشهرهم الحاج حسن جبريل. الأستاذ عاصم مرشد هو الرئيس الحالي وهي تاني دورة، والدورة التانية دي خدها بالتزكية، وده دليل على ثقة الناس فيه، عشان كده لم يترشح قصاده أي حد. فريق الكورة هناك برضو طالع نازل زي نادي الزرقاء وزي نادي مغاغة، مركز شباب مغاغة، بيشرف عليه الكابتن مدحت الديب النشيط، اللي أنا مش عارف هل هو سبب النزول ولا سبب الصعود، لكن هو راجل محبوب من الجميع وأنا فعلا بحبه جدا وبهديله سلامي. نادي قمح حمادة فيه كثير من الألعاب بالإضافة لكرة القدم، و يعني هو عنده فريق كرة طائرة للمعاقين وصعد إلى الدوري الممتاز، وده دليل على إن النادي بالإضافة إلى دوره الرياضي فهو مهتم بالدور الاجتماعي. عنده لعيبة برضه بتلعب في الدوري الممتاز حاليا طلعت من عنده، زي علي الفيل في حرس الحدود وفتحي مبروك في المقاولين وحمادة الفنان. احنا بنرحب بالاستاذ عاصم وبنبارك له مره ثانيه بفوزه باكتساح ب 47,000 صوت في دايره قمح حماده. استاذ عاصم، ايه اللي خلاك تنزل مجلس الشعب؟ ما انت رئيس نادي وعندك شغلك، ويعني الله يكون في عونك فيهم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه متشكر طبعا، نشكرك ونشكر فريق الاعداد على المقدمه الجميله دي. وفي البدايه قبل ما نشكر او نتكلم في سبب الترشح، اتوجه بالشكر لاهالي مركز ومدينه قمح حماده طبعا على مجهودهم ومساندتهم ليا في الانتخابات وحصولي على حوالي 47,000 صوت. طبعا زي ما احنا عارفين الفتره دي ان اي وظيفه عامه او عضو برلمان او رئيس نادي او اصبحت مش تشريف، هي تكليف لكم المشاكل بعد ثوره 2011، كم مشاكل غير عادي في جميع القطاعات. ومفيش نواب بقى لنا اربع سنين. يعني يمكن الحقبه اللي احنا فيها دي يمكن من الستينات ما تكررتش، ان مفيش برلمان من خمس سنين، يعني خمس ست شهور هو البرلمان. فطبعا ده خلف كم مشاكل وتوقف اعمال يمكن على مدى خمس سنين الناس عندها سقف تطلعات غير عادي ان البرلمان ده ان شاء الله هو ياخد بايديهم. يمكن انا خدت في جولات الانتخابيه في كذا مجلس قريه وكل في كذا قريه، فوجئت ان اكثر من 12 او 13 مشروع صرف صحي زي ما قال الحاج سمير على اسباب تافهه يعني متعطله. طبعا البحيره غرقت النهارده. ايوه طبعا. ما احنا البحيره، احنا مشكلتنا في البحيره كمان ان احنا كل على النيل، احنا على النيل من ناحيتين، فعندنا قرى كتير على النيل ومجالس قرى كتير على النيل وطلع لها مشاريع صرف صحي لكن معطله لسبب لاخر. يعني الحاجات دي كلها عايزه تحركات غير عاديه. ده على خصوص اللي هو بالنسبه للانتخابات. اما بخصوص الرياضه برضو عندنا كم مشاكل للانديه ومراكز الشباب، فده كان سبب ودافع ليا ان انا لازم نتحرك
ان انت دايما لما بتعوز خدمه معلش لما تبقى بره برلمان غير لما تبقى عضو في البرلمان. طبعا يبقى لك ادواتك الرقابيه في البرلمان طبعا من استجواب ومن طلب احاطه ومن من سؤال والاخ، فلك ادواتك الرقابيه اللي ممكن من خلالها تحرك المياه الراكده في عندك في البلد او على المستوى العام والمستوى الخاص اللي هو خاص بنا بالمركز. فعندنا كم من مشاكل غير عادي. يمكن انت حضرتك انا اتكلمت في جزئيات قبل كده بخصوص الملاعب والمراكز الشباب زي الحاج سمير ما اتكلم، احنا عندنا مراكز الشباب لكره كبيره اللي هو اتشطبت عضويته اصلا لانه هو ما عندوش ارض. احنا على سبيل المثال احنا نادي كوم حماد احنا ما عندناش ارض، يعني احنا عندنا النادي اللي انا رئيسه له لاعب ممتاز به ونافسنا وعندنا لعبنا قطاعات وبنلعب وعندنا لعيبه حاصله على المركز الاول كونغ فو على مستوى الجمهوريه. احنا ما عندناش اصلا ارض، انا كل مساحه النادي 11 حوالي 1000 متر مربع، الارض الملعب اتاخدت كانت ارض وفيها نزاع قضائي واتاخدت. ده مثلا يعني بلد او مركز كبير زي كوم حماده مثلا تعداده يفوق ال 500,000 ما فيش نادي اجتماعي ولا نادي رياضي، في مركز شباب زيه زي اي قريه. ده مثلا عندنا مراكز شباب كتير ما عندهاش قطعه ارض، في ناس شباب بيلم يعني من بعض. كوم حماده في مركز شباب واحد، مركز شباب واحد و44 مركز شباب قريه، والنادي الوحيد اللي هو مؤسس من 44 كان عنده ملعب كوره مؤجر، الملعب اتاخد في نزاع قضائي واصحاب الارض خدوه. اصبح النهارده النادي ما عندوش غير المبنى الاجتماعي حوالي 1000 متر هو ده اللي عنده. احنا يمكن انا اول ما ترشحت اتحركت في الموضوع ده في 2010 وحصلنا على موافقات من السيد المحافظ بحيره سابقا في 2010 ان احنا ناخد مساحه 5 فدان ارض اصلاح ونبدا نعمل انشاءات، ووصلنا لمرحله التقنين في هيئه الاوقاف المصريه، لكن طبعا الثوره كان يعني كل ده اتكنسل واصبحنا رجعنا نقطه الصفر. اتحركنا في كذا قطاع، يمكن قابلت السيد الوزير مره قلت له انا عايز وضع كده، بيقول لي انتوا في ممتاز به وكل القطاعات دي مشترك فيها وما عندكوش، قلت له والله ما عندنا نادي ما عندكوش ملعب ملعب ولا نادي. ما هو النادي عباره عن ايه؟ احنا عندنا يمكن الانشاءات اللي انشاناها هي اللي رفعت الدخل شويه اللي خلتنا نظهر في الصوره ان احنا ممتاز به، ان احنا بنشترك في كاس مصر بقى لنا 5 أو 6 سنين متواصل من ساعه ما الحمد لله ما ربنا كرمني وفزت برئاسه النادي. احنا حاولنا نلمع في اسم النادي على اساس ان احنا نسوقه ونجيب من خلاله الارض. طبعا فوجئنا بكم مشاكل غير عاديه في موضوع الارض، طبعا في اتحاد الكره نفس القصه، العوائق الماليه اللي احنا شايفينها دلوقتي طبعا هدتنا. طبعا احنا من صارع على الهبوط السنه اللي فاتت وهبطنا بنقطه واحده والحمد لله ان شاء الله في امل ان احنا نصعد السنه دي. لكن احنا هنيجي لموضوع الهبوط ده بعد كده. يعني بالنسبه للمشاكل بقى اللي احنا شفتها في كم مشاكل كان لازم انت تخوض المعركه بنفسك عشان تحاول بشتى الطرق انك تحافظ او تجيب حقوق الناس دي او تحرك المياه الراكده في المحافظه، لان طبعا المحافظ اختصاصه اقليمي يا دوبك عنده هو، لو في مشكله بره لازم واحد يروح يخلص منور بس. يعني انا عندي مثلا عندي مجلس قريه زي شابوه ده معمول له صرف صحي بقى له 11 سنه واقف على محطه عايز موافقه وزير بيئه، يعني انت دافعين ملايين من 11 سنه والنهارده المشروع ما اشتغلش النهارده. ده مثلا عندي 12 مشروع صرف صحي معطلين، فانا تركيزي كله في المرحله اللي جايه الخدمات العامه فعلا الناس محتاجاها وهتنجز معانا ان شاء الله، وباذن الله هنسعى في المرحله القادمه ان احنا نغطي السلبيات اللي موجوده عن طريق الادوات الرقابه اللي موجوده ومتحالنا في البرلمان. ان شاء الله انا في الفتره اللي جايه هنجهز كذا استجواب بخصوص المشاريع المعطله في مركز كوم حماده ان شاء الله، وباذن الله هنبدا نعمل اتجاه خاص كمان للرياضه في المرحله اللي جايه في ال 20 يوم او ال 25 يوم اللي جايين ان شاء الله. نأجل بقى الرياضة شوية بعد ما نرحب بالحاج محمود قبل ما ينام مننا. الحاج محمود عبد الملك رئيس مركز شباب مغاغة بمحافظة المنيا، أقدم رئيس مركز شباب في مصر كلها. مركز شباب مغاغة في المنيا تأسس عام 1979، أول رئيس للنادي هو الحاج محمود برضه وهو مازال رئيس النادي حتى الآن، يمكن تخلل بس دورة أو دورتين كان ساب الكرسي لظروف 8 سنين لكن رجع تاني كرئيس نادي، وكان طبعا بيشارك وهو النادي محسوب عليه يعني كأنه هو صاحب النادي وليس رئيس النادي. مركز شباب مغاغة زي ما قلنا تأسس سنة 79 في ألعاب قوة في رفع أثقال، ولديه العديد من الأبطال في لعبة رفع الأثقال بالذات، كرة طايرة، تنس طاولة، وطبعا كرة القدم وهم بيسموه برازيل الصعيد. تخرج من عنده عميد لاعبي العالم
كابتن احمد حسن، وبالاضافه الى كابتن عماد النحاس، حاليا في الدوري الممتاز في اكتر من لاعب اساسهم من نادي مغاغه، عاطف صلاح في الطلائع، بكار في الداخليه، السيد فريد في الانتاج. الكابتن محمود مش هنقول من المشاكسين، لكن هو من الناس اللي دايما كانت بتطالب وما زالت بتطالب بالكشف او بالبحث في العديد من الملفات داخل اتحاد الكره لكي نصل الى مصلحه الكره المصريه. اهلا بيك يا حاج محمود. اهلا بيك يا دكتور، وشرفتنا وجبناك من المنيا. ربنا يخليك. مع ان انت يعني على ايه، على الناصيه يعني، ربنا يسوي في المنيا كده. ايوه انت عارف المسافه. حاج محمود، كيف ترى اداء الاتحاد الحالي لكره القدم المصري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بنشكر حضرتك وبنبارك الاستاذ عاصم، ان شاء الله يبارك فيك، وان شاء الله وهنبارك للكابتن سمير ان شاء الله قريبا ان شاء الله. وانا شخصيا بشكر مجلس اداره اللي معايا، يعني الكابتن احمد حامد نائب الرئيس، والكابتن زيادي محمد امين، ومدير المركز الاستاذ ابراهيم محروس، الدكتور ابراهيم محروس. والموقف اللي بيحصل في الاتحاد الكوره، التداخلات، يعني احنا هنتكلم فنيا يا دكتور واداريا. اداريا لا يصح لعضو ان يبقى مسؤول عن قطاع من قطاعات الكوره في الاتحاد، مسؤول عن اللجنه يعني. عن اللجنه. ليه؟ لان المتخصصين هم اللي هيقولوا الحقيقه فين، والمتخصص احنا بنتابع، احنا كلنا في مجالس الادارات بنعمل كده. يعني انا اعرف الكوره ودارس واخد دورات والكلام ده كله، لكن بدي الصلاحيه كامله للمدير الفني عشان يقدر يبدع ويطلع، وغرفه مغلقه احاسبه اذا اخطا. لكن ان انا ابقى انا المسؤول عن كده، دي ما حصلتش قبل كده. وكان اختلفوا قبل كده على الكابتن مجدي لما كان بيطلع حتى في التلفزيون، والكابتن الشوبير والكلام ده. اما دي مشكله ثانيه، مشكله الاعلام والاتحاد دي. ماشي، احنا بنتكلم على اللي بيحصل يعني حالا. زعل مننا الناس، يلا نتكلم فيها حالا يا دكتور. لجنه المسابقات بتاع القسم الثالث، اللي احنا نازلين من القسم الثاني اربع انديه. منيا الحيط في الفيوم، وثلاثة في المنيا، ثلاثة أبو رقاص وملوي ومغاغة، نادي مركز شباب مغاغة، واخد بقى ساعتك. الثلاثة حطوهم في مجموعة واحدة، والفرقة الثانية حطوها في مجموعة ثانية، هي مجموعة الفيوم فقط. رغم إن السنة اللي فاتت قسم الثالث كان بيلعب 16 نادي، خلوها 8 عشان الفاتورة الانتخابية، وعشان بيجاملوا بعض. 16 خلوهم 8؟ خلوهم تمانيات، مجموعات تمانيات. يعني الواحد هيلعب في الموسم كله 14 14 مباراة. 14 مباراة. كل سنة وأنت طيب. وعشان يعني يخلصوا الموضوع، عملوا الأول والثاني، والأول والثاني لعبوا بعض واستعادوا فرقة من الأربعة. ده كل الأول إيه؟ عشان الأصوات؟ أمال عشان إيه؟ يعني إيه إيه؟ وبعدين الفيوم، الفيوم عاملين الفيوم مجموعة واحدة مع بعضها، اللي هم 12 نادي ولا كام؟ اللي هم 8. 8 8 انديه في الفيوم قسم ثالث. انا سالت كابتن سمير قبل ما ندخل، قال لي الفيوم، ولا انت حضرتك اللي قلت لي 12؟ لا 8. 8 هو كان في تصورات الكابتن شعبان اللي هو رئيس اللجنه مع الكابتن ايهاب الهيطه، عملوا 12 نادي في كل مجموعه، وعلى اساس يعملوا اربع مجموعات في الصعيد. صديق استاذ جمال علام. ايوه، بس هو كابتن شعبان قبل جمال علام في الاتحاد. ماشي، على فكره عشان يعني بس هو الراجل رئيس اللجنه ومعاه لجنه. اللجنه ورئيس اللجنه هم اللي بيقولوا الرؤيه الفنيه للمجموعات بتاعه القسم الثالث، تمام، مش اللي بيقسمها اتحاد الكوره ولا بيقسمها اعضاء الاتحاد. اللجنه دي بتطلع لهم التقسيم وهم يصدقوا عليه، مش كده ولا بتكلم غلط؟ ده المفروض فنيا. لا، ده لازم 8 من الفيوم مع بعض، والتلاتة اللي هم لازم من القسم الثاني يلعبوا مع بعض، يطحنوا بعض عشان يطلعوا واحدة منهم. امال ما هو كده ليه؟ يبقى طب ما تعمل قرعة من الكل، ما تعمل 12 مجموع 12 نادي، يبقى باربع مجموعات على مستوى الصعيد، والاربع مجموعات دول عايز منهم ثلاثة بس، يا كابتن احمد مجاهد ولا كابتن سين ولا كابتن ايهاب الهيطة، يبقى خلاص نعمل ناخد الاربع اندية يلعبوا بعض دوري من دورين، يطلعوا منهم، ينزلوا منهم واحدة من الأربعة، يبقى ثلاثة بقوا. لما أنت عايز ثلاثة، عايز تسعة،
ايهاب لقيطه مشي اهو ما اعرفش. والراجل الراجل هيجي لك كابتن احمد مجاهد يعني اي حد احنا بنتكلم يا كابتن اي حد مشي من اللجنه ولا من الاتحاد؟ لا اشرف على المنتخب خلاص ما بقاش عضو مجلس اداره. نكلم اخواننا طبعا يقول لك احنا ما نعرفش الموضوع ده احنا ما نعرفش عنه حاجه انت مصدق على القرار وبعت للانديه والمناطق ازاي ما لكوش دخل؟ مش عارف دي حاجه. الحاجه الثانيه الثمان انديه اللي هيلعبوا دول هيلعبوا ازاي مع بعض 14 مباراه وخلص الدوري؟ انا مش عارف يعني نفسي اعرف الحكايه دي ايه. عايز 9 انديه اعمل كده اعمل 12 نادي و12 نادي او انت هتعمل الثمان انديه وخلاص قرارك ماشي ال16 نادي اعمل قرعه بينهم و8 و8 ده يعني ده. نفهم من كده ان لغايه دلوقتي ما تحطش سيستم لا طبعا او نظام للمباريات اتحط تمانيات وخلاص الموضوع واخبط دماغك في الحيط لا اتعمل واتبعت اتبعت بعت رسمي خلاص اتبعت المناطق. هو على فكره الكابتن من الجزئيه اللي اتكلم فيها الحاج محمود يمكن انا كنت من الانتخابات انا قبل الانتخابات كانوا 12 غيروه وقسموا 12 ورجعوها 8 لسه الاخيره ان انا برضه نفس الكلام احنا عندي البحيره في مياه البحيره ونادي كوم حماده ونادي غزل كفر الدوار الثلاثه هابطين الثلاثه انديه كبيره ونحطه في مجموعه واحده نضاف لهم كمان من كفر الشيخ دسوق وفوه دسوق برضو كان بيصعد يلعب دول يصعد اول وثاني دي مش مشكله دي يعني الانديه مين هو توزيع جغرافي ما فيش مشكله بس في حته في اتحاد كوره او لجنه مسابقات مختصه الدوري فاضل عليه اسبوعين او ثلاثه او كان متحدد اول 11 لسه ما حددوش طبعا يعمل ما استقرش على شكل الدوري وبناء على ايه؟ النهارده انتوا كنتوا بتتكلموا ومصدعين دماغنا في التلفزيون الكابتن ايهاب بالذات لا احنا مش مغيرين اي بند اتكلمنا عليه وشكل الدوري لازم يستقر زي ما هو ثلاث واربع سنين. انا معاه على فكره في الاستقرار بس مش معاه النهارده السنه اللي فاتت يمكن عمل هبوط اربعه من 13 نادي في الممتاز به مخالف اللائحه لاول مره في التاريخ. اولا خالف لوائح وخالف قوانين وخالف دساتير وخالف اديان. مبدا المساواه ده موجود في كل الاعراف. النهارده الممتاز ب هبط منه 25% السنه اللي فاتت، الممتاز الف عفوا. القسم الثالث هبط منه 25%، احنا هبطنا 30% قسم ثاني. 40% كمان؟ حوالي من 35 ل 40%. 40%. اصر على القرار بدعوى انه بيحافظ على انتظام المساواه، انا معاك. ومعزك. هقطع كابتن عاصم معلش، احنا معانا الكابتن سمير زاهر رئيس الاتحاد الاسبق على التليفون. كابتن سمير كابتن سمير سمير وزي محمود منورين الله يبارك فيك حضرتك انا معايا كابتن سمير موسى والاستاذ عاصم والحاج محمود حبايبك طبعا الحاج محمود وعاطف كمان الله والله منورين الله يخليك كابتن احنا كنا لسه بنتكلم في على دمياط وعلى نادي الزرقاء وعلى يعني موقف حضرتك في الانتخابات اللي فاتت وان كابتن سمير موسى مرشح نفسه يا ترى هتقف معاه كابتن سمير ولا مش ناوي تساعده؟ ولا سمير موسى ده حبيبي عشان تبقى عارف يعني وعشره طويله وكنا زمان على طول في الزرقاء وكنا مدعمين له وعمل مجهود كبير جدا في النادي الحقيقه ويستاهل كل خير الحقيقه يعني وانا ان شاء الله انا اوعد ان انا اكون من المدعم للناس اللي واقفه ورا سمير موسى في الانتخابات الجايه ان شاء الله لانه شخصيه محترمه جدا ويا دوبك بقى خلاص بقى اكبر من الانديه بقى لازم يبقى عضو مجلس شعب بقى خلاص بقى يبقى وزير لا لا سمير ده جميل شخصيه جميله والله جميل. انا سالته سؤال سالته سؤال فقال لي السؤال ده صعب ورغم من كده جاوب عليه قلت له دلوقتي احنا بعد كام شهر في انتخابات اتحاد الكوره يا ترى انديه دمياط لو باذن الله حضرتك قلت انك نازل ومعاك قايمه ان شاء الله والمهندس هاني ابو ريده حتى الان نازل برضه ومعاه قايمه مش عارف هينزل قايمه بس المهم بيقول هينزل قايمه هاني ابو ريده فيها سيف زاهر ابن اخو حضرتك اللي حضرتك طبعا وانا لسه كنت بحكي لهم في 2012 جيت وقعدنا في مكتب مهندس هاني وقلت حق عليكم انكم لازم تاخدوا سيف وفعلا المهندس هاني استجاب وتم تغيير عدد الاعضاء من 8 ل 10 علشان سيف يكون موجود فبقول لكابتن سمير يا ترى
دمياط هيبقى موقفها ايه؟ هل هتبقى مع سمير زاهر ولا مع سيف زاهر؟ فجاوب اكيد جاوب وقال لي احنا هنبقى قال لي احنا هنبقى مع كابتن سمير عشان هو الاصل. طيب طب ده كلام محترم. انا يعني سمير شخصيه عارف الاحداث كلها. بس انا عايز اقول لك حاجه، انا سيف كان عندي اول امبارح هنا على فكره. في البيت ولا فين؟ في النادي فتره طويله. في البيت؟ لا في البيت. ده بعد ما خلص العزومه عند هاني يعني جالك؟ ايوه بعد العزومه على طول. عشان عارف ان انت مش هتعزمه ولا حاجه. لا بالعكس، سيف قعدنا واتكلمنا كتير الحقيقه. وسيف اصلا محسوب عليا طبعا، يعني محسوب انه ابن اخويا وشخصيه محترمه وناجح في الاتحاد وناجح في البرنامج بتاعه. وبتهيألي سيف مش ممكن هيبعد عن سمير زاهر، استحاله يبعد عن سمير زاهر مهما كانت الظروف ومهما كانت التاثيرات ومهما كانت العلاقات. ما ينفعش على فكره، ما ينفعش يبقى بعيد عن سمير زاهر. يعني انا رايي كده، وهو يعني ده اللي احنا قعدنا بيه. بس هو موجود في كل حاجه مع مجموعه المهندس هاني، ويعني يمكن الكابتن حازم متبنيه. هو حازم مين؟ الكابتن حازم الهوالي. ماله، هو ما هيترشح حازم؟ طبعا يا شيخ، الله يسلمك كويس والله. ومين تاني؟ ايه؟ انت عارف اكتر مني يا كابتن سمير، انت عارف اكتر مني. انا عارف ان انت مشغول اليومين دول في انتخابات مجلس الشعب، لكن يعني لا والله انا ما انا فارق معايا مجلس الشعب خالص المره دي. لما كنت في دمياط انا قعدت 19 سنه شعب وشورى مرتين. سمير عارف الكلام ده، والحمد لله كان لنا مصامات كثيره هناك الحقيقه يعني. انما انا عايز اقول لك ان بالنسبه للاتحاد، ناخد اتحاد الكوره اول. ايوه فندم. اتحاد الكوره الاكيد بعون الله، اذا كان لنا عمر يعني انا هرشح نفسي ومعايا ناس محترمه جدا. وانا بقول ايه، انا عامل القائمه بتاعتي يا كرم، ان ناس نجحت في انديتها، ناس نجحت في انديتها ونجاحها ده خمسه سته منهم نجحوا في انديتهم، فهيبقوا في قائمتي بعون الله من غير ما اقول اسامي، لان ما انا وعيتهم ما اقولش اسامي. انما انا شايف ان الخريطه ما عادتش تستحمل الناس القديمه، يعني كل الاسماء اللي هي القديمه دي خلاص بقى لازم. طب ما حضرتك يعني من الناس القديمه يا كابتن سمير. لا انا كرئيس. الرئيس بيبقى رئيس واحد. هم الاعضاء 10 كتير قوي. 10 يعني انا كنت اتمنى ان اللائحه تتغير والله. لا هو طبعا في لوبي بيلعب دلوقتي في مواضيع ان احنا يبقى في الجمعيه العموميه يعني. يعملوا يغيروا، يبقى في رئيس وفي نائب وفي امين صندوق وفي سكرتير عام عشان المناصب بتاعتهم تبقى كامله يعني. بس انا اعتقد لوائح الفيفا رغم ان احنا عارفين ان هي يعني بيتلعب فيها، لكن تهالي تمنع ذلك. يا كابتن سمير، هي الفيفا ايه ده؟ الفيفا دي ابوظ من اي نادي درجه ثالثه. الفيفا دي هو احنا كل ما نتكلم عن الفيفا دي، الفيفا دي الخراب كله يا راجل، كلهم كوربشن. وكان اعضاء الجمعيه العموميه ملوش لازمه يعني. طب ايه راي حضرتك بسرعه بقى كده في موضوع السنغال؟ انا فاكر لما كنت مع حضرتك في المجلس اللي كان يعني اللي انا قعدت فيه فتره قصيره، يعني زعلت قوي واتخانقت ورحت الصحافة ورحت التلفزيونات لما لعبنا البرازيل، وقلت مفيش شفافية وإن كابتن سمير يعني إيه ما بيقولناش حاجة، وعملت مشاكل أنا. وبعدين الظاهر إن أنا كنت غلطان، ده أنت أيامها جبت لنا 600,000 دولار. 600,000 دولار دخلوا خزينة الاتحاد. المرة دي بقى إحنا رحنا ولعبنا البرازيل، المرة دي إحنا رحنا لعبنا زامبيا. وانا هقول لحضرتك يا كابتن سمير ما تكبده الاتحاد المصري غير الفضيحه. تكبد الاتحاد المصري مصاريف تذاكر لابو ظبي رايح جاي. تكبد الاتحاد المصري 26,000 درهم دفعهم الكابتن حسن فريد من جيبه. الاتحاد المصري عليه تعهد بدفع 123,000 درهم تذاكر فريق زامبيا من لوكاسا الى ابو ظبي والعوده.
الاتحاد المصري انا باكد لك انه الراجل بتاع الجول جولدن جول بتاع الشركه المنظمه هياخد 100,000 دولار اللي هو الشرط الجزائي، بالاضافه الى ان امبارح ولا اول امبارح جه مع في احدى البرامج واحد اسمه الاستاذ صبحي نجيب راجل من الامارات وبيطالب بنص التكاليف اللي هو دفعها كمان. يعني الماتش هيخش له في 3 مليون جنيه ورحنا لعبنا زامبيا. فانا يا كابتن سمير بعتذر لك بعد 3 سنين على ان انا اتخانقت معاك. انا بتفرج على ماتش المقاولين والزمالك والمقاولين جاب جول دلوقتي. المقاولين جاب جول؟ حسن شحاته جده اللي جابه؟ لا ما اعرفش مين، بس هو في واحد مطرود من الزمالك. من بدري. المهم بص، بالنسبه للموضوع اللي بنتكلم فيه هقول لك حاجه بس يا كرم. ايوه اتفضل. انا هقول لك بصراحه، يعني انا شايف ان في سقطه كبيره حصلت مع المجلس الحالي. وعملوا مذبحه القلعه، يعني يلا كله يلا خلص خلص عشان ايه؟ يموت الجنين لازم يموت يعني. عشان يعيش الاب. انا شايف ان اللي حصل في الفتره اللي فاتت دي محتاجه وقفه، ووقفه جاده. وبعدين لما تسال يقول لك ايه يا كرم؟ يقولوا لك ان ده الحاجات دي كانت المفروض نعملها من بدري. طب الله انتوا بقالكم 3 سنين وشهرين ثلاثه، انتوا فاضل لكم 8 شهور جايين تعدلوا فيها. طب ما عدلتوش ليه اول ما جيتوا؟ كان المفروض يعني انا رايي كده. انما 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 خلينا نقول ان اللي حصل في الفتره دي، طب اين، انا عايز اسالك انت، اين وزير الشباب الرياضي؟ يعني فين النهارده؟ بنسمع بقى لنا شهر داخل كل يوم الوزير بيقول لك لجنه والنائب العام، ما فيش حاجه خالص بقى يا اخي. هو بقى يعني هو بعت لجنه، واعتقد انه طالب حاليا التحقيقات بالكامل. وانا النهارده وجهت له نداء قبل ما حضرتك تدخل معانا، ان هو كان قال لهم لازم تجيبوا ال 100,000 دولار خلال اسبوع، لكن انا شايف ان الاسبوع بقى 4 اسابيع، فلابد انه يكون هناك قرار حاسم. وخاصه ان انا مش شايف الموضوع صعب قوي، يعني الحلال مبين والحرام مبين ومعروف مين اللي اخطا ومن تحمل خطا الاخر. اتفضل يا كابتن. اخر حاجه هقول لك بص، انت بتتكلم على ماتش البرازيل اللي جبنا فيه 600,000 دولار. النهارده انت بتروح تلعب ملاوي وبتقطع تذاكرك. ايوه ماما، انا بقول لحضرتك احنا هنتكلم حوالي 3 مليون جنيه عشان نلعب زامبيا. كانوا لعبوا الزرق ارخص. يعني نروح نلعب سمير موسى بيقول لك كانوا راحوا لعبوا الزرق ارخص. كابتن سمير يا كرم، النهارده الاتحاد بيشتغل داخل على 4 سنين ما فيهوش مدير تسويق. لا مفيش مدير تسويق. لا ما هو جابوا احمد الجواري وكابتن سمير. ومشي بعديها. انا بشكر حضرتك جدا، لكن حاجه اخيره بسرعه كده، يعني في حاله نزول كابتن سمير زاهر الانتخابات والمهندس هنا بريده، ان سيف زاهر سوف يكون في قائمه سمير زاهر. تمام كده؟ يا كابتن سمير. ها؟ ايوه، ما انا بقول لك يا اما في قائمتي يا اما ما يدخلش خالص. لكن فاهم معاه. طب تمام، شكرا يا كابتن سمير، ونتمنى لك التوفيق. استاذ الدكتور، استاذ الدكتور، يعني هو مش بيقسموا الجمعيه العموميه على المجموعتين ده تقسيم كان ما فيش جمعيه عموميه؟ ازاي يعني؟ ما ده مقسم وده مقسم. لا لا، هو إيه كابتن سمير بيقول لك انا نازل يا كابتن طيبة. يا كابتن زي ما بيقول الكابتن سمير موسى، العضو اللي في مجلس الإدارة اللي ما بيقدمش رؤية لتطوير الكرة المصرية الجمعية العمومية مش هتنتخبه، وده كلام أنا اللي بقوله هنا. الجمعية العمومية اللي مش هيقدم رؤية وأنا بقول لك هنا لتطوير الكرة المصرية، الكلام اللي أنت بتقوله الجمعية العمومية مش هتنتخبه. أنا مسؤول، أنا والكابتن سمير كأقدم ناس إحنا مسؤولين عنه. ماشي. اللي مش هيقدم رؤية لتطوير الكرة المصرية اللي جابوها الأرض مش هيخش انتخابات تاني، لا قديم ولا جديد. طب طالما انت منفعل قوي بقى كده جاوبني على السؤال ده. اتفضل. دلوقتي انتوا في انتخابات 2012 دفعتوا بالاستاذ مجدي متناوي كرئيس مركز شباب البطرشين انه يبقى عضو مجلس اداره. حلو. وقلتوا لازم المراكز الشباب تمثل وي وي وي. يا ترى فعلا مثلكوا في المجلس؟ ومين مثل حاجه؟
مين مثل حاجه فيهم؟ كلهم كده. مين مثل حاجه؟ مين عامل ايه للكره المصريه؟ كلهم. مين عامل حاجه للكره المصريه؟ مين طور الكره المصريه بسنتي؟ ده اللي ناشئين اشتغلت يا دكتور. للناشئين لحد الان شهر 11 اهو خلاص، ودخلنا على 12، ما فيش ناشئين لعبت. المناطق جرفت تماما، فلوسها بتروح على الاتحاد مباشره. الـ 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 القسم الرابع اربع فرق ويخلصوا الموسم. القسم الثالث بيقسموه 8، ممكن يخلوه 4 و5 برضه. والقسم الثاني هم مش فاضيين لحد غير الشؤون الاعلامي، وفاضيين للايه؟ لانه يروحوا سفريات ويطلعوا مع ده مشرف على المنتخب، وده مشرف ممثل في مجلس الاداره اهو. انا مالي؟ كان رئيس مركز الشباب، كله زي بعضيه. ما كلمتوش ليه عشان يعمل كلمته 100 مره. اه عمل ايه؟ دخل في كذا حاجه ومش نافع مع حد. ما هو واحد وحديه او يعني كل واحد حاول يعني حاول. انا بكلمك بامانه. يعني استاذ مجدي متناوي حاول، معرفش. كابتن عصام عبد الفتاح حاول، مفيش. في حاجات دول بس اللي حاولوا. والله كله بيحاولوا من ورا بعضيه. لا بس كان كله بيحاول يبقى اكيد كنا نوصل لحلول يا دكتور. معلش ما انا عندي المجموعه دي يا كابتن سمير، انا عندي المجموعه دي كلها رافضه التقسيم. ببا، الفشل، مغاغه، ملاوي، الفكريه، كله رافض التقسيم اللي معمول للثمان فرقه ده. يا تتعمل مجموعه 16 نادي او 12 نادي، او يتعمل تمانيات زي ما هو عايز كده، وياخد اول وثاني وثالث. الحاج محمود الشامي كان مقدم اقتراح وهاجمتوه. اللي هو ايه؟ اللي هو حصلش. ايه؟ ما حصلش. لا ازاي؟ لحظه، ده هم كلهم هاجموه. اللي هو هاجموه هم. وكانوا عاوزين يزودوا عدد الانديه وخلاص. يا دكتور في جزئيه مهمه للاسف الشديد، مجلس اداره الاتحاد بيتعامل مع القسم الثاني والثالث. انهم كم عالم ثالث. بس انا بقول لهم احنا فعلا عالم ثالث، بس في الامكانيات، مش في العقول ولا الافكار ولا البشر. واحنا نثبت لهم الكلام ده ان شاء الله الانتخابات الجايه احسن كده. بس في جزئيه مهمه عايز نتكلم فيها، حته انت قايمه بتتحركوا لبعض ماشي، لكن مفيش انتخابات قوايه، انتخابات فردي. كل عضو هيرشح نفسه يعرض نفسه على الجمعيه العموميه، بس كده مظبوط. واحنا هنختار من القايمتين او من ال 22 فرد. كل المرشحين، مفيش اسمها قوايه. مش هنعمل حب مصر يعني. ثانيا فعلا احنا فعلا ملناش ممثلين. ازاي احنا نمثل 80؟ القسم الثاني والثالث بيمثل 80 بل 85% من اعضاء الجمعيه العموميه. ازاي ما لهمش 2 ممثلين هيوصل صوتهم؟ انا كان ليا مشكله. ما لهمش 2 ممثلين ليه؟ لازم يكونوا. ما فيش خلينا محترمين لحضرتك. ما عملوش حاجه. محمود الشامي، بص يا كابتن دكتور، انا كان ليا مشكله. مش فاضيين القسم الثاني والثالث؟ هم فاضيين له؟ مش فاضيين. يعرفوا ايه عن القسم الثاني والثالث يا دكتور؟ يعرفوا ايه عنه يا دكتور؟ والله ما يعرفوا اعدادهم. اللي بيحصل لنا في القسم الثالث ده مهان. طبعا اللي بيحصل لنا ده احنا مهان. ومهان الكره المصريه. انا خلي بالك انا ما فضيتش. انا هنتكلم دي اهانه للكره المصريه يا عاصم بيه. حتى لو انا موفق. اهانه للكره المصريه انك انت تحط لي 12 وتغيرهم لي 8. ده انا لو بنلعب في دوره اتحاد اقليمي. شفت لما رحت في الجمعيه العموميه يا دكتور؟ انا موجود في كل الجمعيات، وانا بقول انا فعلا مخطئين. مقصرين. احنا مقصرين عن حقه طواعيه، لكن مش هنقصر تاني ان شاء الله. بص يا دكتور، انا بقول النهارده ده ينفع النهارده يعمل لي مجموعه 8؟ انا بنلعب دوري اتحاد اقليمي، دوري مراكز الشباب اكبر مني. انا النهارده نادي بنصرف طول السنه ولعيبه عشان تلعبني 8 ماتش، 14 ماتش. 14 ماتش ليه؟ وحكم يبوظ لك ماتش رحت ضاع منك الصعود. ده اولا. ثانيا النهارده انت بدات، بلاش احنا قسم ثالث عالم رابع كمان مش ثاني. تعال خش على القسم الثاني. 11 نادي انت عملته. 11 نادي لجنه انديه ما حصلش. الاصول انت ما تعملش المسابقه. مش عملوا رئاسه الحاج ابراهيم مجاهد ده السنه اللي فاتت. لا والحاج ابراهيم مجاهد كان هنا مكان حضرتك بالظبط، وقال بعتنا لهم 3 4 مجالس، بصوا في مجلس واحد بس وما ردوش علينا. مش هي مش شايفين. هو عشان صوتنا مش عالي واحنا بنعمل صوت. لا، القسم الاول ليه واجهته، ليه الدعايه بتاعته. لا بياخدوا حقهم يا ما هو عشان بياخدوا حقهم غصب عنهم. انت النهارده حددت لجنه مسابقات بتاع القسم الثاني دون الرجوع السنه اللي فاتت. الكلام ده حصل دون الرجوع للجنه الانديه. اخترت رئيس لجنه مسابقات القسم الثالث دون الرجوع. يعني انت عملت لي تشكيل لجنه الانديه بعد ما اخترت لجان المسابقات والنظام المسابقه وعملت اللي انت عايزه كله. طول عمر كده الاتحاد هو اللي ماشي. طب احنا السنه دي ليهم فين دورهم؟ طيب اللجنه فين دورها؟ السنه دي رئيس لجنه مسابقات القسم الثالث مش عارف يستقر على نظام مسابقات. طب ما سمعش صوت الانديه ليه؟ انت عملتها 12 وبعد اسبوعين لميت الورقه الثانيه وقلت لها يا جماعه نبداوا من اول السطر. عملت لي 8
مين اللي اداك الحق انك تلعب بالانديه زي ما انت عايز؟ انتوا اللي اعطيتهم الحق. ايوه ما هو انا بقول لك الجمعيه العموميه ولازم النهارده كلنا صوت في الاتحاد، والنهارده الانديه دي انديه البحيره متضامنه، وانا جايب النيابه عن انديه البحيره. وانا برضه نفس النظام. التهريج ده مش هيحصل. التهريج اللي هو بتاع المسابقات القسم الثالث ده مش هيحصل، انا مش هنلعب ثمن، انا مش لازم ممتاز به وصرف ارقام وجاي صرف ارقام السنه دي عشان العب لي سبع ماتشات، وحطيت لي ثلاث انديه قسم هابطين من القسم الثاني السنه دي ولا تاريخها. لا اولا في سلبيات، كم سلبيات يعني بصراحه، هم بيقفلوا الاوضه على نفسهم ويعملوا المسابقه ويطلعوا اتحاد الكوره ويعتمد الناس اللي هم ممثلين الاصول بيقولوا اقل ما فيها كانوا سالوا نفسهم الناس دي راضيه عن النظام ده ولا مش راضيه عن النظام. النظام ده ظالم لكل الانديه. النظام ده انا بقولها لك، لو انت عملت تليفونات مع كل رؤساء الانديه القسم الثالث مفيش نادي هيرضى هذا التنظيم، ومعنى انك انت تعمل لي 12 وتغيره 8 يبقى انا مش في دماغك اصلا، يبقى انت بتقول لي ايه العب اتحاد اقليمي مراكز الشباب، يبقى احنا مش موجودين، احنا بنمثل 80% من اعضاء الجمعيه العموميه. كابتن سمير هنسمع راي حضرتك بس ناخد نفسنا كده ونشرب ميه بعد الفاصل باذن الله. الشاي يعني. عاوز شاي؟ هات الشاي لكابتن سمير. مش عارف انت متابع. اهلا بكم مره ثانيه، وبرضو اهلا بضيوفنا الثلاثه الفرسان الثلاثه. كابتن سمير انا بحس بمراره وانت بتتكلم على اتحاد الكوره وعلى موضوع تقسيمه الفرق سواء في ممتاز به او في الدرجه الثانيه، وانا كان عندي فكره واتكلمت يمكن اكتر من مره، كان الحاج محمود الشامي كان ورا ان هو عاوز يقلل عدد الجمعيه العموميه بفكر لمصلحه الكوره المصريه، وانا رغم ان ممكن يكون الكلام ده ما هوش كلام انتخابات لكن انا كنت برضو بؤيد ذلك، مع ان احنا ما بنقفش قدام توسيع القاعده، لكن علشان المسابقات تبقى قويه لازم الامور كانت تنحصر اكتر، وفي نفس الوقت كمان علشان كنه ممكن يبقى الممتاز به ان هو يسوق المباريات بتاعته في القنوات. يعني انت كابتن سمير ضد توسيع الجمعيه العموميه ولا ضد تديها، ضد ان القاعده توسع، ولا الموضوع انه في مع العدل سواء كان كده او كده؟ انا ضد العشوائيات. انا ما جيش النهارده كان الحاج محمود الشامي موجود وهو بيطلع اول وثاني وثالث وعمل اوكازيون، وانا قلت لحضرتك من شويه واحنا بالاستراحه ان انا اعترضت على الكلام ده يوم ما كانوا بيعملوا قرعه، وكان الاخ ايهاب هو رئيس لجنه المسابقات، وقلت له يلا يا جماعه احنا حاسين ان احنا النهارده في دوره رمضانيه لما صعد اول وثاني وثالث. فاكر طب كانت اللائحه بتقول ايه؟ الاول صعود الاول. وجئت بعد الدوري بعد حرب يعني مجموعات طحن في بعض، وفجئت انا طالع الاول سنتها، لقيته بيطلع الاول والثاني في ايه؟ طب ما تعرفون. طب وتعبت نفسك ليه؟ ما تعرفون عشان نعيش، بلاش العشوائيات. منين انت كنت موجود وطلعت الناس دي كلها وطلعت الفرق دي كلها وجايت انتخابات برضه، ومنين النهارده جاي تقول نرجع ونقلص المجموعات؟ صح، هو المفروض المجموعات تتقلص، لكن ما هوش الغرض هيبقى بس اذا كنت انتوا اتحاد الكوره ما عرفتوش تعملوا بس للمجموعات اللي كانت ست فرق، ست فرق اللي هم اول المجموعات اللي كل مجموعه منها ثلاثه دوري الترقي. انت ما عرفتش تعمل فيه بس. النهارده انت بتدور تعمل مجموعه واحده، ده خطا طبعا، خطا جدا وما هوش منطق، وهقول لحضرتك ليه. طيب النهارده عايز شايف الغلب اللي الانديه عايشاه، عايز تعمل مجموعه واحده دوري ممتاز به. هو انا تحليلي ان هو حاسس ممتاز الف هيروح وهيروح منه وهيبقى هيروح لرابطه الانديه. ايوه فهيبقى رئيس مين؟ هيبقى رئيس الميتين اللي هو ما بيعاملهمش، يعني الاتحادات اللي في العالم كلها ما مالهاش دعوه. ما هو بقى ما هو هم الاتحاد الانجليزي، الاتحاد الالماني، الاتحاد الاسباني، هم هيحسوا ده اللي انا عايشه. هيحسوا ان ما فيش دوري والدنيا كلها هتروح هناك، فهو بيعتقد انه هيعمل مجموعه واحده، لكن ده خطا مستحيل. تعالى النهارده ما نيجي نعمل الصعيد مستحيل، اما نعمل مجموعه واحده يا دكتور، فمن الصعيد
وفا السويس وفا القاهرة وفا دمياط وفا كل. لا استنى الدوري المتسكي اللي بيجي له 5 مليون و6 مليون و10 مليون دول هيجي له هيجي له منين؟ منين؟ لو كان هيجي له ما تشتغل الاول بتخطيط لحد ما يجي لو كان هيجي له لحد ما يجي له كان جاله في 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 الترقي يعمل بس لكن ما عرفش. فاذا كنت انت ما عرفتش تعمل في الست فرق هتعمل ازاي؟ تعالى بقى النهارده فرقه طنطا هتروح اسوان فرقه في الصعيد يعني هترجع من الصعيد هيبقى لها امكانيه زي دوري ممتاز؟ لا طبعا. هتسافر ازاي؟ ترجع على مصر يعني ان شاء الله فرقه كده كل فرقه تعمل لها اتوبيس سياحي ويبقى فيه الاكل والشرب ويعدوا على اي قريه على اي بلد ينزلوا. لا ما دي مشكله الاتحاد. ما انت عاوز تحط نظام بتحط النظام وبتحط ازاي تنفذ النظام. ده تصور يا دكتور احنا عايشينه يا حاج محمود. مش حد يكون عنده رؤيه عنده رؤيه لهذا الامر. ما تحطش نظام وخلاص. ده اللي بنقول عليه يعني انت عايز تعمل نظام تعمل رؤيه تخطط وتحط يعني ايدك ايه؟ محمود وقال له انزل البحر في اسكندريه الله يكرمك ما اعرفش اعوم وتقول له انزل البحر كمان من لا 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 بشرط يقع منه في الميه. فخطط وقول انت هتجيب ايه وهتعمل ايه. مش انا عايز اخد شغل اعلامي وانا اللي بصلح الكوره وانا بعمل فين ده كله حاجات فين؟ اعلاميه يا دكتور. انا عايش الحاجات دي وعايش مع الناس دي وعايش جوه قسما بالله رغم ان كلام عيب اقوله. انا رحت اتحاد الكوره اكتر من 3 4 جلسات انا بقيت مذهول من اللي بشوفه ايام مشكلتي. بقيت مذهول سيرك بقيت مذهول مع احترامي لرئيس الاتحاد وبعض الاشخاص يعني رئيس الاتحاد يأشر في خلال يومين يتم كذا اجي بعد 4 شهور في خلال 3 ايام يومين معدول الاربع شهور لسه ما جاش لسه ما يومين بعد 3 شهور اجي تاني لسه لغايه النهارده حتى لجنه التظلمات اللي بقى له سنه وشويه ما بصتش. لعيب كان عندي اتحول يعني بقدره قادر لنادي تاني واللاعب بتاعي حكموا لي ياخد 40,000 طيب من اللاعب لاعب في منتخب مصر ازاي؟ تسعيره ايه؟ عملته ازاي؟ مفيش حكام على مزاج صاحب المحل. بص يا جميل حكام قبضوا مني وقبضوا من اتحاد الكوره يا عم رجعوا لي فلوس رجعوا لي الفلوس اهي والورق اهو وعامل اقرارات على الحكام ولا حاجه. النهارده زي ما قلت لحضرتك لعيب مزور. ده انا كنت فاكر ان انت من الناس المسنوده يا كابتن. يا ريس والله لا انا جامد بشخص يا دكتور وانت عارف يا الحمد لله وانت عارف ان انا نهجك الجراء او وتكسر الحمد لله ده نهج مش سن دي طبيعه دهن ايوه نهج وطبيعه ماشي به وان شاء الله يعني هحارب به وهنوصل هنوصل ان شاء الله مع الاخ عاصم ان شاء الله. وبقول لك الثوره جايه على اتحاد الكوره وما عادش هيبقى اشخاص يملكوا اتحاد الكوره ان شاء الله زي ما اتقال الشخص المحترم اللي بيشتغل واحنا شايفينه بيشتغل لصالح الكوره ولصالح الانديه لكن ما هو كله مصلحه مع بعض طبيعي تمام. اللي هيعمل كده احنا كلنا هنبقى وراه وبقول لك وباكد لك والله الثوره جايه في اتحاد الكوره باذن الله ان شاء الله. عاصم بيه يعني نفهم موافقتك على كلام الكابتن سمير وانا شايف انك موافق على الاقل على الجزء الاخير منه اللي كنت موافق على كل كلامه ان الانتخابات الجايه ربما تشهد تحالف ما بين انديه ابلي وانديه بحري علشان تختاروا اللي انتوا عاوزينه. طبيعي. بص يا دكتور المرحله اللي عدت القيامه الاربع سنين اللي فاتوا يعني التجربه اثبتت لنا ان احنا فعلا لازم نحسن الاختيار والوضع الحالي انا بقول لك ان مفيش قوايم هنختار من القايمتين كل الناس لازم تزورنا ولازم نقعد مع بعض ويعالم مين لسه هيترشح تاني. بس انا بقول لك لازم مفيش معنى انك انت قايمه فلان انك هتنجح او قايمه علان انك هتنجح لان بصراحه اللي احنا شفناه بعد الانتخابات 2012 علمنا فعلا ان احنا مالناش ظهر في اتحاد الكوره فعلا. انا يا دكتور زي ما انت قلت يمكن مشكلتي قلت لي انت ليك ظهر. لا انا ماليش ظهر انا بفضل الله الاول واحنا قعدنا 12 يوم في اتحاد الكوره ولجنه التظلمات عشان نعرف حضرتك ان فعلا قرارها جه عكس اراده بعض ناس في اتحاد الكوره مش هنقول كل سو القرار اتغير. اتغير ازاي؟
يعني هو كان القرار ضدكم في الاول مش ضدنا. بص وبعدين بقى معاكم تظلمات في ناس لعبت في الورق وانا معايا الورق على فكره محتفظ بيه لغايه النهارده. ايوه بس لا للذكر. بس انا يعني ذاكرتي صح ولا لا حصل النهارده انا كان ليا ميعاد الاربعه لجنه التظلمات عملوها الثلاث خلصوها في بالليل والورق خلص وانا معادي الاربعه عملت محضر شرطه ودخلت لرئيس الاتحاد وقلت له انا معتصم في الاتحاد انا عايز حق وادي ورق مزور يا انا يا هم في النيابه العامه يعني حطيت له الورق يا هو يا انا مزور يا هم مزورين انا عايزك تطلب النيابه العامه وتحول الورق ده كله ويا عم يا انا مزور الاتحاد يا اللجنه اللي عندك مزوره الراجل يعاد العرض لظهور اوراق جديده الناس ضغطت قال لك لا لا يعاد العرض اعيد العرض وخدت المستندات ودخلت للرئيس لجنه التظلمات ساعتين مرافعه ساعتين بالمستندات دليل دليل انا قاعد معهم عارف ان الحكم ليه ما فاكر الاستاذ عاصم بس صح هو مع الماجستير اللجنه مشت بعد الحكم بتاعي بثلاث ايام طبعا ما تجددلهاش مع انهم ناس محترمين وافاضل ما تجددلهاش انا بنسال ما تجددلهاش ليه نهايه احنا قعدنا بتاع شهرين ثلاثه في جزئيه الحاج سامي ما عندناش لجنه تظلمات مع انها الملاذ الوحيد لنا ماشي دي سلبيات كتير وما فيش لجنه تعوم كمان وما فيش بص كل حاجه لان احنا كاعضاء جماعه عموميه تنازلنا طواعيه عن حقوقنا وسلمناها لاتحاد الكره انه شكل لجان لان احنا اللي لنا التصديق على حسب اللائحه ان لجنه التظلمات هم يرشحوا الاسماء واحنا نصدق عليها في الجامعه العموميه لكن هو محدد لي الاسماء اي او لا نرفضها او نقبلها في جزئيه بخصوص اللي هي الشكل الدوري هو احنا كل اربع سنين ناس تيجي تلخبط الورق وتقول نعيد من اول السطر الله يكرمك احنا حاطين منظومه من اربع سنين ان الجدول الزمني بعد الدوري المصالح او دوري مراكز الشباب اللي بيقول عليه الحاج سمير عملوها فعلا انا كنت على الصدفه اليوم اللي هو بيتكلم عليه كنت انا موجود صعد اول وثاني وثالث واحسن اربع توالد بالقرعه وانا كنت حاضر القرعه دي الروابع احسن اربع ثلاث روابع تقريبا المهم حطوا جدول زمني فاضل كم فرقه يعني خلاص الموضوع انحدد دلوقتي فاضل ثلاثه بس كلها طلع اللي هبط ما فضلش غير في مجموعه عندنا بتاع اسكندريه صعد منها اربعه المهم الجدول الزمني احنا هنوصل للمرحله دي شكل الهرم كالاتي دوره ممتاز مجموعه يبقى تحت منه ثلاثه مش تحت منه واحد وكانت مرسومه على هذا الشكل انها توصل بعد خلال الاربع سنين اللي هي السنه الجايه دي ثلاث مجموعات 16 كده شكل الدوري تم واحد ثلاث مجموعات تسع مجموعات ويبقى الدوري استقر على كده وشكل الهرم معدول اهو انت ليه انا عمري ما شفت هرم مجموعه وبعد ما اشتغلنا سنتين في المنظومه اللي بتتكلم عليها حضرتك جه اقتراح في الجامعه العموميه الاخيره اللي هي ما تمتش من بعض اعضاء اتحاد الكره انه عاوز يعمل مجموعه واحده ازاي هو يا جماعه كل واحد يحلم يطلع قرار او يطلع اقتراح تطبق ازاي يعني انت بترسم لي خريطه انا ماشي عليها ومشينا ويا ريت نمشي عليها على فكره انا مع الترتيب ده على السنه الاخيره دي يبقى المجموعه دوري 16 3 16 9 16 كده الشكل الدوري وبعدين القسم الرابع على مستوى المحافظات كده المنظر هرم معدول انما كل شويه واحد يالف ليه عمليه تسويق من عدم وده دلوقتي داخل في 300 ولا حاجه لا ما هو ما ينفعش 288 وبعدين لازم نفرق بين اعضاء الجمعيه العموميه و 288 48 48 لاعضاء الجمعيه العموميه ما هو لازم ما هو لا ما زادوا 20 تاني زادوا لا يبقى حاجه 200 حاجه ايوه ما هو النهارده لازم المنظومه تبقى الشكل الهرمي معدول ويثبت على يعني يمكن انا كنت بنقول الاقتراح ان احنا ناخد قرار في الجمعيه العموميه بالشكل اللي بنقول عليه حضرتك عليه خلاص ده قرار شكل الدوري يجي اتحاد كوره مش هتيجي الجمعيه اللي بعديها مش هتيجوا والانديه مش هتروح ماشي ويفوض مجلس الاداره تطبق القانون لا احنا نحط بقى احنا اصحاب ماشي ويتعامل كله مع عايزين احنا نحط بند احنا نحط بند صريح ان لا يتم تغيير الجدول الا بناء على جمعيه عموميه كامله الحضور ناقص حته كمان خلاص الجدول يبقى الدوري ثابت ما حدش له مصلحه في تعديله يا دكتور ماخذ اتفضل يا ناقص حته انت لاشيه هيجي انتخابات طبعا نرجع ست مجاميع وتسع مجاميع اه 19 نبدا بعد ما يثبت في الانتخابات تعالى ننزل بالحمل ما هو حمل تدريب اعلى وانزل هي تثبت عشان الانتخابات ايه يا باشا انديه المظاليم ومراكز الشباب وانديه الاقاليم هي اللي بتطلع لنا اللعيبه هل انت حضرتك شايف ان الفتره الحاليه في لعيبه او في اسلوب الكرة اللي ماشيين بيه هيطلع لعيبه زي احمد حسن وعماد النحاس وغيره يعني انت تالي اكثر الناس أنا أقول خبره لحضرتك في هذا الموضوع انا اقول لحضرتك انا يعني مغام طلع 23 24 لاعب 23 لاعب قبل المنظومه اللي ماشيه دي
الفتره اللي فاتت دي كلهم 13 فيهم خمسه ناشئين في اتنين من منتخب مصر ناشئين كمان. ده برضو بيدل على ان ايه المنظومه خطا، لان ما فيش متخصصين بيتكلموا في رفع مستوى الكره في مصر. ده مدير فني اللي ده احنا جريم، ده احنا جرايم يا كابتن اصول يتحكموا عليها في ميدان عام. الناشئين يا كابتن ما لعبتش لحد الان، اللي هو اصول يلعب في شهر 8 عشان يخلص شهر 10 ولا 11 ولا 12 عشان يفضل مذاكرته لحد الان، يمكن عشان الامطار ولا حاجه، ممكن عندنا مطر ما عندناش مطر في الصعيد مفيش. وفي شهر 8 اللي هو في الاجازات مفيش ولا اي اهتمام بيها. انا عايز اعرف المديرين الفنيين المعينين في المناطق ده كل منطقه فيها مدير فني، امال ايه وفي مدير فني ايه عشان ايه للاتحاد عشان عارف. ايه عشان ايه مش عارفين عشان يرضوه، مش ممكن يا دكتور كده يعني. ده انا يا دكتور انا مش مفروض عليا انا صاحب فلان وده صاحب يا دكتور فلان يا دكتور انا مش مفروض عليا انا كرئيس مجلس اداره ان انا اعرف في كل الصغائر والكبائر في الكوره، ده مسؤوليتي انا اداريه صرف كاتحاد، واجيب المتخصصين ترفع من مستوى الكوره، الكوره عايزه كذا وكذا وكذا وكذا. بس بلاش انت تقول الكلام ده حاجة. ليه؟ انت ساعات كنت بتبقى مدير فني للفريق غصب عني عشان ما فيش امكانيات. انا بدي المدير الفني بياخد كام؟ مش عايزين فضايح في مصر رؤساء ومديرين فنيين ما فيش، انا وسمير كابتن سمير ما تسال السبب. انا عارف ما لازم السبب، السبب قله الامكانيات بس طبعا. بس لكن مش تدخل والله لا ولا عمرنا بنتدخل يا دكتور خالص يعني، ومدربينا موجودين ومدربين على اكفأ ما يكونوا بياخدوا ملاليم. احنا نرجع نظام القطاعات يا ريت، وفين جميل فين احمد كابتن احمد بهاء ولا اللي هو اسماعيل يامن اللي فين ما اجيب، مش دول كانوا شايلين الليله؟ ها طب مين شايلها دلوقتي حاليا؟ مفيش حدش فاضي يا دكتور. فين الناس؟ لا المفروض المدير الفني يا دكتور، يا دكتور شغل. مسؤوليه تطوير الكوره الاتحاد ده مسؤوليته تطوير يا دكتور الاتحاد ده مسؤوليته تطوير الكوره في مصر طبعا، ولا تطوير الانديه اللي بالدرجه الاولى بس؟ لا الكوره كلها مسؤولين عنه يعني، احنا مسؤولين القسم الرابع والقسم الثالث. عايز اعرف عدد اللعيبه اللي في مصر كام؟ احنا حوالي 95 مليون دلوقتي. كام لعيبه كره القدم في مصر؟ لا مش كتير. كام يعني المسجلين؟ الحقيقه انا ما اعرفش، بس انا بقول لك قليل جدا. 64000. طب 64 64000 اللي موجود في مصر حالا السيستم اللي عاملينه ده 64000. 64000 في 95 مليون. في 95 مليون. المانيا عندها كام؟ المانيا عندها قول 2 مليون. 8 مليون. 8 مليون يا كابتن يا دكتور. ده الفرق بين اليورو والجنيه. يا دكتور يا دكتور انت عندك دلوقتي غالبه الملاعب بسم الله ما شاء الله، يعني انا بشكر السيد الوزير وزير الرياضه على ما بيبذله في بالنسبه للملاعب. انا عندي عامل ملعبين ماشي، انا عندي السور مكسر وعايز يصلح وحطه مرحله ثانيه. ماشي عليها اغاني اطلعها زي بعض على اساس انا بس اوري سيادته ان هو يعني السور لازم يتعمل، لان انا سنتين بلعب من غير سور، بلعب بره ارضي. طب ما انت كده طبعا الامن مش هيوافق. ما هو اكيد والامن ما موافقش برضه، لازم اعمل سور يعني مؤقت يعمل لي. ليه تروح لحد من اعضاء مجلس الاداره اللي قاعدين في الوزاره؟ ما هو مش مسؤولين عن الانديه دي. لا اله الا الله، انت مش واخد بالك ليه؟ مش مسؤولين عن الانديه دي، مالهاش دعوه بيها. هم مش مسؤولين عن هذه الانديه. انتخابات قريبه، لو رحت لحد يا دكتور اسمع كلام من ايدك وروح بيك الوزاره ويحاول انه يعمل لك يا دكتور مش مسؤولين عن هذه الانديه يا باشا، مش مسؤولين عن هذه الانديه. هو انت مش صوت؟ لا انا مش بس انا بعرفش اصوت حتى. لا ده انت ليك تاثير كبير يا حاج محمود. لا والله يعني احنا في الصعيد يا دكتور مظلومين ظلم بين. اولا الصعيد دي افريقيا مصر فيها لعيبه اقسم بالله احسن من اي لعيبه في مصر في القاهره وفي الانديه الكبيره على اعلى مستوى. عايزين يا عم حد مدرب قديم زي ابو رجيله زي مش عارف مين يروح في المناطق دي يرفع مستواها يا دكتور، وادوا له انت اجره. اعمل لي فلوس المسابقات الناشئين على حساب الاتحاد، ادي حكام الحكام بس الاجور يا دكتور. اي حاجه اعمل بيها تطوير الكره المصريه، مش الانديه بتاخد منها فلوس على طول، غرامات مش عارف ايه كارنيهات، كله ده كله بيروح للاتحاد ويديني في الاخر 20000 جنيه على الجزمه وكان عاجبني. لا 20000 وخلاص. ما لا والله العظيم ده حقيقه. مش يعني حقيقه يا كابتن سمير ده؟ لا مش عندك ثلاث شرطات تدفن مثلا يعني يعني السيد الوزير بصراحه بعد اذن حضرتك عامل طفره غير طبيعيه في الملاعب، ودي كانت مشكله كبيره جدا للكره المصريه. مش ننكرها يعني. انا اتمنى بقى ان الطفره دي كمان تحصل في تحقيقات فضيحه السنغال.
والطفره في الـ في الملا في الـ في, الـ في, في, في ان اتحاد الكره طور الكوره اللي جاي او اللي موجود. لا ما قدرش احنا 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 مسؤوليه مسؤوليه الجمعيه العموميه قدام ربنا يا كابتن سمير ان احنا اللي نطور الافراد اللي تيجي تشتغل في الكوره دي. في دي كنتوا بقى اهو كده احنا اخطائنا ما فيه الكفايه. 40 سنه اخطاء كتير خلصت علينا. استاذ عاصم الجبلايه او اعضاء مجلس الاداره فيهم ناس من الاقاليم وفيهم ناس بيمثلوا مراكز الشباب، كيف ترى ادائهم؟ وهل ده يدفعك ان انت تجدد فيهم الثقه ولا تدور على ناس جديده؟ ولا انت شايف ان مش مهم عضو مجلس الاداره ده يبقى منتمي لمكان معين؟ اعتقد ان الاداء بتاعهم مش ضعيف، يا ريته ضعيف لانه ما قداش وسندني، لا بالعكس ده وقف ضدنا. اسبابهم هي خاصه بيهم، ما نعرفش هي اسبابهم ايه. يمكن احنا كل انديه القسم الثاني والثالث فعلا كان لازم يكون لنا مواسي الاثنين على الاقل، لانه لازم يكون من وسطنا وحاسب همومنا وحاسب مشاكلنا ويرفع المعاناه عننا. لكن الناس دي بصراحه اول ما قعدت على الكراسي نسيت، بالعكس واحد منهم كان ليه دور. يعني طبعا انا خلاص خدت عهد بيني وبينه انا مش هتكلم في الموضوع ده ثاني، بس كان ليه دور اساسي انه يمنع مشاكلنا انها تنعرض على ترابيزه الاتحاد. ويمكن انا قلت اكتر من مره ان مش هتنعرض، وطلعت في كذا برنامج تلفزيون قلت مش هتنعرض، برغم ان هي خدت تاشيرتين انها تنعرض على مجلس الاداره. وانا يمكن قلت لكل اعضاء اتحاد الكره بلا استثناء، قلت لهم انا عندي مشكله وانتم الاعضاء انتم الاب الشرعي لكل الانديه، احنا انتخبناكم، احنا انتخبناكم، انا ما طلبتش منك تجاملني لا انا ولا غيري ولا الحاج سمير ولا اي حد، ما تجيبلوش حد. انا بقول لك انا ليا مظلمه، وادي اسانيدي وادي ورقي اعرضها على مجلس اداره الاتحاد، ده الطبيعي. يا عاصم بيه الموضوع مش محتاج مجلس اداره، لو في لائحه واضحه بس لائحه واضحه يا شغلانه. المشكله ايه؟ ما في ضغوط اذا كان يعني لائحه. انا معاك في تبص للائحه بتدخل لي في ديجا مش لائحه مطاطه يا دكتور، يا لائحه شو اللاعبين مطاطه. مؤاخذه اتفضل يا دكتور، بقول لك فيه تزوير باين. هو انا طلبت منك لائحه وفي قانون تزوير باين والورق اتحط. اما تعرض على لجنه ظلمات المستشار بيرقى لا، وفين القرار؟ ثبت على وقف اللاعب سنه المزور وقام ساكت، لا يبقى الزرق ايه؟ لاحق. طب القرار فين؟ فعلا لا ادوا قرار في اللجنه ولا ادوا قرار في المجلس، امال في ايه؟ طبعا المفروض ما اروحش لجنه ظلمات لما يجي لي قرار. طبعا اعلق القرار، قمت اضطريت اروح لجنه ظلمات وادفع ال 5000 جنيه ومش عارف بقى هي انا ليه عندهم 5000 لهم يعني. فوائد مش عارف لهم فوائد بقى السنه دي ولا نظام ايه بقى، الله اعلم، وانت اكيد عندك علم ولا حاجه. انا بس انا عاوزه بقى ما كان الدولار ب 6 جنيه. هو دكتور الجوزيه اللي بنتكلم عليها ان احنا الاصول ان طالما ليا مظالم او الانديه لها مظالم في اي موضوع من الموضوعات يعني تعرض على الاتحاد، تعرض على مجلس الاداره. النهارده انا عرضتها على لجنه مسابقات القسم الثالث وتظلمت بقرارها، عرضوها عليا ما حدش عرضها، وكان هو ليه اليد العليا ان القرار ده ان الورق بتاعي ما يدخلش وحول اتجاه الورق مع كل اعضاء الاتحاد قعدت معاهم حوله لجنه التظلمات. دخلت لجنه التظلمات مرتين، المره الاولى المباراه وخسرتها وانا فعلا مقر ان هم صح، المره الثانيه خسر الصعود انا مسكت تزوير رسمي بمستندات من اتحاد الكره وعرضت مشكلتي على الجمال عموي على لجنه التظلمات. الاصول ما كانتش اتعرضت عليه، كانت اتعرضت على الاتحاد الاول وهم خدوا قرار. انتم جملتم العضو المحترم على حسابي. طيب العضو انا قلت يمكن انا كلمت حضرتك اكتر من مره قلت لك ان كده في ظلم وان اتحاد اعضاء اتحاد الكره مفيش واحد فيهم سند، انا ما قلتش يسندني، انا قلت اعرض المشكله، اعرضها عليهم بالمستندات. ليه حق الدنيا ماليش خلاص. خلاص قول لي متشكر انت مالكش حق وارفض واديني قرار مسدد. بس انت خسرته يا كابتن عاصم اخر ماتش. ايه ده؟ او يعني لا ده ديت خلاص دي خلاص انا ما رضيتش نجري، انا بتكلم على الجزئيه اللي فاتت الاولانيه. ما احنا مش هنكمل هو عمل ايه بعد كده، بس المهم انا خدت قراري من لجنه التظلمات، ولجنه التظلمات دي مشيت بعدها باربع ايام او خمسه، وطبعا قعدنا شهرين من غير لجنه التظلمات، وبعد كده جابوا لجنه التظلمات على مزاجهم. فليه النهارده كانت عقوبه طبعا وليه عشان خدت القرار. ليه انت ما خليتش الورق بتاعنا يدخل اتحاد الكوره واحنا انتخبناكم عشان مش تسندونا عشان تجيبوا لنا حقوقنا بس او تديروا لنا المنظومه؟ انت جاي تدير المنظومه مش جاي تقف قصادي ولا قصاد فلان الحاج سمير ولا الحاج محمود. فالورق النهارده ما دخلش اتحاد الكوره وهم عارفين ان انا ليا حق. فدي الناس دي
زي ما انت بتقول حضرتك، لا ما وقفتش مع حد، ما مثلتناش فعليا، لا بالعكس بقت هي اللي كانت واقفه ضدنا، والحمد لله احنا عرفنا ناخد حقنا بال، لكن ان شاء الله في الانتخابات اللي جايه هيكون لنا راي، هيكون لنا ممثل يا اثنين على الاقل من القسم الثاني، ولا لازم، وانا بقولها على الهواء لازم، لان الناس دي بتحس فعلا بمشاكلنا. كلمه اخيره لا تكمل على الموضوع، 30 ثانيه تكمل على الموضوع. كلمه بقول لحضرتك في عقد مزور في اتحاد الكره حاليا، والولا محروم من اللعب، والولا رافع قضيه في النيابه، مش عامل حاجه، وعايز شوفوا بقى ودوه لحد يشوف ده خطه ولا مش خطه، خدوا قرار. لا العقد موجود فين؟ في اتحاد الكوره. ومش عندك صوره منه؟ اصل عقدي ما حدش يقدر يزوره. ليه؟ الولا مضى على القديم بتاع السنه اللي فاتت، هم جابوا عقد جديد. وكمان في ايه؟ دفعوا فلوس في اتحاد الكوره والحاجات دي كلها عندي خلاص. طب ما انا عايز الحاجات دي معاك دلوقتي نطلعها لك يا ريس. معايا كل حاجه يا ريس. معايا كل حاجه. واخيرا بعد الحاج محمود الشامي اللي دخلت في برنامج وقال لي يا ابو احمد هتجيلي الاتحاد، يا ابو احمد حقك اجيبه لك، ده قبل القضيه الرابعه دي. فراح ابو احمد للاتحاد. اتضمت القضيه الرابعه على الثلاث قضايا الاولانيين. ولغايه دلوقتي بس انا حزين. لا انت بس تكسب بقى. انا حزين على الولا اللي ما بيلعبش، الولا كل يوم في متاهات طبعا، حرام. وانا بقول اهو على مسؤوليتي، العقد مزور يا حاج محمود. وانت قلت لي خد دي كمان. وانت قلت لي يا حاج محمود، والمهندس هدى مريده كلمني. انت قلت لي والمهندس هدى مريده كلمني. يعني انتوا بتعاقبوني. انت تكسب في انتخابات مجلس الشعب وتيجي وهنجيب الحاج محمود الشامي. ربنا يستر لو دخلت مجلس الشعب. لا هتكسب باذن الله. انا بقول لهم هروح. انا متاكد انك تكسب. انا بقول هروح بطبعني. والله انت لو ما كسبت والله يا دكتور انا بقول لهم هروح بس انا بقى ما اخبيش عليك، هتوه عن الكوره والرياضه. مش مهم. لان الدايره الشعب اهم من الكوره. الدايره طبعاً. 45 بلد طبعاً. وانا هبقى عايش. طب 45 يعني اقل ممتاز به. حاج محمود تقول ايه لاتحاد الكوره؟ والله اقول لاتحاد الكوره اتقوا الله نمره واحد. الله. الحاجه الثانيه يا دكتور انا بشكر تاني السيد الوزير وعايز ومديره المديريه السيده مريم دي محترمه جدا، بس يا ريت يخلصوا لي بس موضوع السور ده باسرع ما يمكن عشان اقدر العب على الملعب بتاعي السنه دي ان شاء الله. كابتن سمير مشكورك شكرا جزيلا. اسمها مرجيت يا حاج مرجيت مش مريم. لا ده هو بيتكلم على بتاعت المنيا. عندنا مديره المدرسة اسمها مريم. ما تخش على الخط غلط. كابتن سمير بنشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى لك التوفيق في انتخاباتك، وباذن الله نكون معاك هناك. استاذ عاصم الف الف مبروك. الله يبارك فيك. وربنا يقويك على الحمل اللي انت داخل عليه. الحمل صعب باذن الله. ان شاء الله تقده ودايما في كل مكان بتسريه. باذن الله. الحاج محمود خليك يا دكتور شرفتنا ونورتنا. خليك يا دكتور. ومعالي الوزير هيعمل لك السور باذن الله. ربنا يبارك فيك وخليك. اشكركم والى اللقاء في الاسبوع القادم باذن الله. شكرا.